أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ جولتنا في صحف الصباح لهذا اليوم. ومن الصباح العراقية نطالع: العبادي مستعد لأن أدفع حياتي وأضحي بأي منصب لأجل خدمة الشعب. فند رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الجدل الذي أثير بشأن تصريحات حول العقوبات الأمريكية ضد إيران، وقال إن الالتزام بقضية التعامل التجاري مع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأمريكية عليها، معربا عن استعداده لأن يدفع حياته والتضحية بأي منصب لأجل خدمة الشعب العراقي. وبينما أوضح أن أبرز الملفات التي سيناقشها خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة المقررة اليوم الثلاثاء هي ملف المياه، فضلا عن الملفين الأمني والاقتصادي، أكد السعي إلى مراجعة كاملة لآلية خزن السلاح. إلى صحيفة الصباح الجديد، وفيها أيضا إنشاء مدينة متكاملة ضمن مناطق محيط مطار بغداد شبيهة بدبي. عرضت دائرة عقارة الدولة أمس الاثنين أجزاء كبيرة من الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي لإنشاء مدينة متكاملة عن طريق الاستثمار على غرار مدينة دبي، مؤكدة تخصيص موقع استثماري قرب المطار للجامعة الأمريكية لإنشاء مدينة تعليمية متكاملة. وقال مدير الدائرة التابعة لوزارة المالية أحمد الربيعي أمس إن دائرته ضمن التوجهات الحكومية لتفعيل الاستثمار في البلاد عملت على تسهيل إجراءات منح الفرص الاستثمارية من خلال إصدار إعمام لجميع فروع وأقسام الدائرة بشأن العقارات والأراضي التي تم الحصول على موافقة لجنة تخصيص الأراضي في أمانة مجلس الوزراء عليها، وتعد مستوفية لجميع الشروط لتسهيل جميع الإجراءات الاستثمارية المتعلقة بها، مؤكدا إبرام العديد من العقود الاستثمارية. إلى صحيفة المشرق، ونتابع فيها أيضا: طاقة الواحدة 1000 متر مكعب في اليوم، 4 وحدات لمحطات تحلية المياه منحة من الكويت. أعلنت وزارة الموارد المائية عن إرسال دولة الكويت 4 محطات لتحلية المياه منحة للعراق. وقال مدير هيئة المياه الجوفية وعضو اللجنة الوزارية للتسلم عبد الجبار السعيدي إن المحطات 4 سيتم تسلمهن في منفر صفوان الحدودي، منحة مقدمة من قبل الجانب الكويتي وبحضور مندوبة وزارة الموارد المائية وإدخالها إلى مخازن الهيئة في قضاء الزبير غرب البصرة، مضيفا أن سعة المحطة الواحدة 1000 متر مكعب في اليوم وسيتم توزيعها لاحقا من قبل الوزارة. إلى صحيفة الشرق الأوسط، ومنها نتابع: أزمة النقاب في أوروبا تلعب على أوتار الإسلاموفوبيا. عاد وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون بتصريحاته الأخيرة التي شبهت النساء المسلمات اللائي يرتدين البرقع بصناديق البريد ولصوص البنوك، فتح باب الجدل مرة أخرى حول أزمة ارتداء النقاب والبرقع في أوروبا، في الوقت الذي بدأت فيه الدنمارك حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة لتنضم إلى فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. وربطت بعض الانتقادات بين حديث جونسون وما يعرف بالإسلاموفوبيا، في حين اعتبر آخرون التعليق تشبيها يتفق مع ما يشعر به كثير من البريطانيين، وذلك وفقا لوكالة رويترز. ويرى خبير العلاقات الدولية سعيد اللاوندي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن هنالك توجها لربط الإسلام بالإرهاب، وأضاف للشرق الأوسط: كلما وقع حادث إرهابي في أوروبا تتجه الأنظار إلى الجالية العربية والمسلمة هناك، وإذا ما وجد أن المنفذ له أصول عربية إسلامية تزداد الدائرة خنقا في اعتبار الجاليات العربية راعية للإرهاب حتى يثبت العكس. وإلى صحيفة الحياة اللندنية، ونتابع فيها: خامنئي يحمل روحاني مسؤولية الأزمة، لا حرب مع واشنطن ولا مفاوضات. حمل المرشد علي خامنئي حكومة الرئيس حسن روحاني مسؤولية الأزمة المالية والمعيشية التي تعصف بإيران، ورفض اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد قمة تجمعه بروحاني، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لن تخوض حربا مع الولايات المتحدة ولن تفاوضها. وبعد ساعات على إعلان وزير الدفاع الإيراني الجنرال أمير حاتمي صنع جيل جديد من صاروخ باليستي قصير المدى، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن بلاده لن تتفاوض على برنامجها الصاروخي الدفاعي إذ لا يهدد أحدا، وأكد أن طهران لن تبدل سياستها في المنطقة نتيجة العقوبات والتهديدات الأمريكية. ختام الجولة، وإلى اللقاء.